أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في حضرة القانون. ضيفنا لهذه الحلقة سعادة القاضية فائزة صالح باحمدين، هي خريجة كلية الحقوق بجامعة عدن، كذلك هي خريجة المعهد العالي للقضاء، وهي أيضا حاصلة على درجة الماجستير في العلوم القانونية والشرعية، وهي أيضا قاضية في محكمة سيئون الابتدائية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة القاضية. أهلا بكم وتشرفنا بحضوركم، وإن شاء الله نتفاعل في موضوع تقديم هذه الحلقة، ونستطيع إن شاء الله نصل فكرة إلى المستمعين بفكرة الموضوع الذي سوف نطرحها في هذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى نساهم في رفع الوعي القانوني لدى المشاهد الكريم من خلال هذه الحلقة إن شاء الله. عنوان هذه الحلقة سعادة القاضية الإجهاض. نعم. كثيرا ما يتردد على مسامع السادة المشاهدين هذا المصطلح، فماذا نقصد بهذا المصطلح ومن أين نشأ هذا المصطلح؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مفهوم الإجهاض كمشكلة هي مشكلة اجتماعية موجودة في المجتمع اليمني والمجتمعات العربية بشكل عام. مفهوم الإجهاض في ككلمة إجهاض بمعنى إذلاق، وفي المفهوم اللغوي للإجهاض هو إخراج الحمل من الرحم قبل أوانه وهو يكون غير قابل للحياة. وهناك تعريف في الجانب الفقهي يعرف فيه هو إخراج الجنين عمدا من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته أو قتله عمدا داخل الرحم. في تعريف الإجهاض في الجانب القانوني لم يتطرق القانون اليمني في تعريف الإجهاض تعريفا دقيقا، وإنما تطرق إليه في إيضاح أركان جريمة الإجهاض في المادة 239 والمادة 240 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. تعريف الإجهاض من الجانب الطبي هو عبارة عن خروج الحمل قبل إتمام الشهر السادس. الشهر السادس خروج الحمل قبل إتمام الشهر السادس خروجه من الرحم. إذا أتم الشهر السادس لا يسمى جنينا، يسمى هنا ندخل في شيء اسمه ولادة مبكرة. هذا هو مفهوم الإجهاض كشكل عام. شكرا على هذا الإيضاح سعادة القاضية، لكن هل لدينا هناك أنواع لهذا الإجهاض أم هو فقط نوع واحد يعني متعارف عليه؟ طبعا هناك للإجهاض أنواع، هناك إجهاض يسمى الإجهاض التلقائي وهناك الإجهاض المحدث. الإجهاض التلقائي وهو الإجهاض الذي يحصل للمرأة من تلقاء نفسه كأسباب عدة، منها أن تتعرض المرأة الحامل لإصابة، قيام المرأة الحامل بحمل أشياء ثقيلة يترتب عليها إسقاط الجنين، إصابة المرأة الحامل بأمراض مثل الالتهابات الرحمية أو الأورام الليفية. هذا تسمى الإجهاض التلقائي، يحصل من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تدخل الشخص نفسه الإجهاض نفسه أو تدخل الجانب الطبي. أما بالنسبة للإجهاض المحدث فهو أيضا نوعان، إجهاض طبي وإجهاض جنائي. الإجهاض الطبي وهو الإجهاض الذي يستدعي تدخل الطب، أن تكون المرأة الحامل مصابة بمرض معين. نعم. فهنا يتطلب الطب كتدخل منه في إنقاذ هذه الأم الحامل والتخلص من جنينها، هذا يسمى إجهاضا طبيا. الإجهاض الجنائي هو أن تجهض المرأة نفسها دون وجود سبب أو دون وجود مرض، هنا تساءل المرأة أو الشخص الذي يقوم بهذا العمل جنائيا، وهو عملا مخالفا في الشرع والقانون، كقيام المرأة الحامل من أجل أن تتخلص من ذلك الجنين بشرب دواء يتسبب بإخراج الجنين، فهنا تعتبر جناية. في هذا هو الفرق ما بين الإجهاض التلقائي يحدث من تلقاء نفسه وبين الإجهاض المحدث. إذن هذه أنواع الإجهاض المتعارف عليها. نعم. طيب سعادة القاضية، متى يعد الإجهاض جريمة بحق هذا الجنين؟ جريمة الإجهاض حدد لها المشرع في القانون اليمني عناصر وأركان، حتى إذا توفرت نستطيع أن نقول أننا في نطاق جريمة قانونية. الإجهاض هو اعتداء، هو وقوع فعل الاعتداء على امرأة حامل، وحتى نصنفها إجهاضا لابد من توافر أركان. الركن الأول هو الركن المفترض، ثم الركن المادي، ثم الركن المعنوي. وما تفصيل هذه الأمور؟ طيب. نعم. الركن المفترض وهو افتراض وجود جنين في أحشاء المرأة، لابد أن تكون هذه المرأة حامل بالعرض. أما بالنسبة للركن المادي هو وجود فعل الاعتداء كشخص يتسبب في ضربها
شخص أعطاه لها خبر مفاجئ هو يكون في فعل في إحداث الإجهاض. نعم. الركن المعنوي أن يكون الشخص الذي يريد إجهاض هذه المرأة على علم وإرادة بأن الفعل الذي يقوم به فعلا إجراميا وفعلا مجرما ويعاقب عليه، لا يكون شخص مجنون، لأنه هنا بتكون آثار أخرى، شخص فاقد الأهلية فيها لها آثار أخرى. نعم. لكن أن يكون شخصا يمتلك الإرادة الحرة والعلم بأن الفعل الذي يقوم به هو فعل إجرامي ويقصد به إجهاض هذه المرأة لذاتها، متعمد في إجهاضها. هذا هو أركان جريمة الإجهاض حتى نقدر نصنفها ضمن جريمة إجهاض. هل واجهتم سعادة القاضية في مجال عملكم القضائي أن تكون الأم هي نفسها مرتكبة هذا الجرم؟ طبعا جريمة الإجهاض هي أغلبا ما تكون جريمة سرية. نعم. نادرا ما توصل هذه الجرائم إلى المحكمة أو إلى النيابة أو إلى الشرطة، لأنها غالبا ما تكون بصورة سرية. نعم. ولكن إذا وصلت مثل هذه الجريمة أن المرأة هي من قامت بإجهاض نفسها، فقام الزوج يعني يشكو عليها بأنها أجهضت نفسها، فهنا نحن الآن ننظر إلى هذه القضية ونرى ما هي مجريات هذه القضية. يعني مش نحكم على الشخص بأنها خلاص أجهضت، لابد أن يكون هناك سبب. نعم. سبب جعل هذه المرأة ترتكب هذه الجريمة، وهل هذه الجريمة متوفرة فيها كافة أركان جريمة الإجهاض حتى أنا أطبق عليها نص جريمة الإجهاض؟ هذه تحدث على حسب نوع القضية والتفاصيل التي نخوض فيها. صحيح. طيب سعادة القاضية، هل يعتبر الإجهاض في بعض الأوقات مشروعا؟ هذه المسألة وجدت فيها كثير من المشاكل في المفهوم. الإجهاض بشكل عام حسب القواعد العامة جريمة، فعل مجرب يعاقب عليه القانون. نعم. سواء كان في القانون اليمني أو في القوانين العربية أو في التشريعات الدولية، ولكن هناك حالات استثنائية تخرج من إطار العقوبة، مثل أن يكون هناك حالة ضرورة. أولا معانا حالة ضرورة، يعني مثلا تكون الأم في خطر جسيم، تكون مصابة بأمراض خبيثة يعني، فنحن الآن مضطرين لشيئين، أما أن نحافظ على الأم أو أن نحافظ على الجنين، والأصح أن نحن نحافظ على الأم. هذه حالة ضرورة، وجود خطر جسيم يهدد هذه المرأة، المحافظة هنا تكون على الأصل دون الفرع. نعم. نعم. لأن يعني إذا نحن مثلا ضحينا بالأم، الجنين هذا أصلا حتى لو الأم ماتت هو بيموت معها، لكن الأصل الحفاظ على الأم. صحيح. هذا في حالة ضرورة. معنا في حالة الحالات الطبية، يعني ظروف صحية تستدعي هذه المرأة تجهض، هذا طبعا يكون بتقرير من طبيب يفحص المرأة ويتأكد هل هي تعاني من أمراض ويرفع تقرير ويقال أن هذه المرأة مصابة بمرض كذا، لابد من إسقاط الجنين حتى نستطيع إجراء العملية لها، هنا يكون بتقرير طبي. هناك أيضا حالة اسمها إجهاض الجنين المشوه. إجهاض الجنين المشوه هذه الفكرة لم يتطرق إليها القانون اليمني. نعم. ولم يتطرق إليها القانون المصري، وإن ولم تتطرق إليها القوانين العربية، كون هذه المسألة فيها اشتباكات وفيها أيضا نواحي مختلفة. اتجاهات تقال بأن إجهاض الجنين المشوه لا يجوز، لأن الأصل هو الحفاظ على حق الجنين. صحيح. في الحياة. صحيح. هناك اتجاه آخر يذهب إلى يجوز إجهاض الجنين المشوه إذا قرر الطبيب المختص بأن هذا الطفل الذي ما زال في أحشاء الأم مصاب بمرض بدني أو مرضا عقلي، هذا الفريق الذي يقول يجوز. هناك فريق ميز بين نوعين، قال إذا كان الحمل لم يتجاوز 40 يوما فهو ما زال قطعة لحم فيجوز الإجهاض إذا كان مشوها، وهناك فرع آخر يقال بأن إذا مرت 40 يوما لا يجوز إجهاض هذا الجنين سواء كان مشوها أو غير مشوه. ماذا نقصد عفوا سعادة القاضية بمشوها؟ يعني مشوه أن يكون مصاب بأمراض، يعني مثلا الكائن كإنسان من الرأس من الجسد من الرجول من الأيدي متكاملة، يعني في عضو أو جزء من الجسم رئيسي مفقود. أيوة. فهناك يقول لك الأصل الحفاظ على السلامة، هذون الأشخاص أو هذه الاتجاهات التي تقال بأن يجوز إجهاض الجنين المشوه تهدف إلى سلامة المجتمع، خلق مجتمع يعاني من جانب صحي سليم، هذا هم الفكرة اللي يعني يقصدون من وراءها أو يبررون من وراءها إتاحة إجهاض الجنين المشوه. وهل هذه القضية معمول بها في القضاء اليمني؟ لا لا، إجهاض الجنين المشوه؟ لا لا، إجهاض الجنين المشوه القانون اليمني لم يتطرق إليها، ولم نصادف إلى الآن حالات في هذا المجال.
كون جريمة الإجهاض غالبا ما تكون وأغلب يعني 90% تكون سرية. صحيح. يعني لا توصل إلى القضاء إلا إذا كان هناك إشكالية في هذا الموضوع. يعني فجأة يجدون الجنين المجهض. نعم. في هذا الشيء. معنا الحالة الرابعة، الإجهاض لدواعي أخلاقية. طبعا أخلاقية هي أن تكون المرأة حامل نتيجة علاقة غير شرعية. نعم. كأن تكون هذه المرأة تعرضت لاغتصاب في حالة إكراه. هنا هل هذه المرأة يجوز لها إجهاض هذا الطفل أو لا يجوز لها إجهاض هذا الطفل؟ اختلافات في هذا الرأي. هناك من يرى أنه يجوز لها إجهاض هذا الجنين كونها معتدى عليها، ليس بحريتها، وليس هنا تعدي على هذا الجنين في هذا النقطة. هذا تفسيرهم، تفسير الرأي الأول، تفسير هذا أيوة. الفريق الأول الذي يرى هذه، لأنه هذا طبعا طالما أنها حملت وكانت حامل في الشهر الأول واعتدي عليها. أيوة. واعتدي عليها نتيجة جريمة اغتصاب مكرهة عليه، يجوز لها أن تقوم بإجهاضه، ولكن حددوا متى يتم، يعني ليس بالشهر الرابع أو لا. صحيح. يكون بالشهر الأول، يعني نسبة بسيطة. نعم. رأي آخر بأنها لا يجوز إجهاضها لأن هذه تعتبر نفس، تمام، وعلى الشخص الذي ارتكب ذلك الفعل أن يعاقب. وهناك اتجاه آخر يرى بأن المرأة هي مخلوق ضعيف وأنها اعتدى عليها وأن هذا الشيء يسبب لها العار، وقد قد يؤدي أن هذه المرأة تتخلص من نفسها حتى لا تقلب العار لأهلها. فهذه الاتجاهات المختلفة لم يعني نأخذ بها في القانون اليمني بشكل بنصوص صريحة، ولكن كل مشكلة تدرس على حال، يعني ونادرا ما تصل هذه الجرائم إلى القضاء لأنها أكثرها تحل فيما بينهم، لأن كمجتمع يمني نادرا ما يعني امرأة اغتصبت ترفع قضية يخاف التحدث في مثل هذه الأمور. نعم. فقد أكثرها تكون معالجات ما بينهم ما بين الأطراف. شكرا لك سعادة القاضية، حقيقة الحديث يطول في هذا المجال، لكن اسمح لنا أن نتوقف لحظات مع هذا الفاصل. بعده نعود لاستكمال بقية محاور هذا اللقاء. فاصل من الإعلان مشاهدين الكرام، بعده نعود، فابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدين الكرام. سعادة القاضية، نرحب بك من جديد. جميل هذا الحديث في هذا الموضوع للمساهمة في رفع الوعي القانوني والتثقيف أيضا بهذه القضايا المهمة التي تمس الشأن العام للمجتمع. حقيقة كنا قبل الفاصل نتحدث حول الإجهاض وهل يعد عملا مشروعا في بعض الأوقات وهكذا. في هذه النقطة الآن سنتحدث حول تناول القانون اليمني لموضوع الإجهاض. كيف تناول القانون اليمني هذا الموضوع؟ القانون اليمني تناول مسألة الإجهاض وبين لنا صورا للإجهاض، الإجهاض الرضائي والإجهاض الغير رضائي. إذن نحن هنا أمام نوعين. نعم. الإجهاض الرضائي وهو الإجهاض الذي يتم برضاء المرأة، هي تكون راضية بأن تجهض نفسها. القانون تناول هذه المسألة وقال فيها إذا أجهضت المرأة نفسها برضائها يعاقب الفاعل بدية الجنين وهي غرة لعشر الدية. يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة. إذا ترتب على هذه الجريمة وفاة المجني عليها الأم نعم، يعاقب هنا الفاعل بدية الخطأ. إذا قتلت المرأة أو أجهضت المرأة نفسها نعم، عليها دية تسمى دية الجنين، وعلى حسب الحال، يعني إذا كانت هي قاصدة، هنا نأخذ فيها فقرة، يعني إذا كانت قاصدة، إذا كانت لم تقصد، إذا في أسباب تأخذ في هذا الشيء بحيث نحن نقول عليها تدفع دية الجنين. يعني قد نكون واقفين أمام عدة جرائم في جريمة واحدة. نعم. وأيضا في حالة الضرورة تطلق، يعني القانون قال لا يعاقب هنا، لا يعاقب حالة الإجهاض هنا إذا وجد تقرير من الطبيب المختص بأن هذه الحالة حالة علاجية. هنا لا تقع أي عقوبة على الفاعل، لأن هنا تكون في ضرورة. يعني المشرع هنا اليمني تناول بعض الأفكار اللي ذكرناها في سابق، ولكن بصورة نص قانوني، لم يتناولها كتبيين أن في هذا يعتبر إجهاضا تلقائي وإجهاضا محدث، وإنما قال إجهاض رضائي، وأخذ من هذا الإجهاض الرضائي حالات اللي هي معينة. صحيح. معاقبة الفاعل،
إذا توفت المجني عليها، إذا قامت المجني عليها نفسها بإجهاض نفسها، إذا وجدت حالة ضرورة. هذه الحالات تطرق إليها في الإجهاض الرضائي. الرضائي نعم. نعم. الإجهاض الغير رضائي وهو الإجهاض الذي يتم دون رضاء المرأة، اعتداء على المرأة، ترتب على هذا الاعتداء إسقاطها. إسقاط الجنين نعم. ما هي العقوبة؟ هنا يعاقب الجاني بدية الجنين إذا سقط جنينها متخلقا أو مات في بطنها. شخص اعتدى على امرأة حامل، سقط الجنين نعم. لم يكتمل النمو أو مات داخلها، فهنا يعاقب بدية الجنين الفاعل. نعم. نعم. إذا انفصل، إذا خرج الجنين عن أمه حيا، كيف نقول إن هذا الجنين حي؟ بالصراخ، يعني نسمع صوت صراخ هذا الجنين يكون حي. ومات، فهنا على الفاعل دية كاملة. نحن الآن أمام جريمة قتل. أيوة. فهنا القانون عاقب في هذه الحالتين الفاعل إضافة إلى دفعه للدية، سواء كانت دية الجنين أو الدية الكاملة، بعقوبة الجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات إضافة إلى الدية. وفي حالة ثانية إذا كان الفاعل هذا طبيب أو قابلة، شدد القانون في العقوبة بأنها لا تزيد على 10 سنوات. يعني القانون اليمني اهتم في مسألة الإجهاض وبين، وفيها تجديد على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، كون هذه الجريمة لا تمس الأم وإنما تمس شيء آخر داخل الأم وهو الجنين، وهذا الجنين له أيضا حقوق في القانون اليمني. نعم. سواء كان هذا الموجود في داخل الأم جنين لها بعض الحقوق، وإذا خرج من مرحلة الجنين وصار طفلا له حقوق. صحيح. وإلى أن يكبر يصير له حقوق. القانون اليمني تداول مسألة الإجهاض لأجل أن يبين بأن هذا الفعل مجرم. صحيح. وأن الفاعل يعاقب عليها بحسب الحالات التي موجودة إذا كان رضائي أو إذا كان إجهاضا غير رضائيا. هل صادفتم أثناء مسيرتكم القضائية والقانونية أيضا في المحاكم مضبوط بهذه الحالة أو بهذا الجرم وتم أيضا معاقبته وفق القانون اليمني؟ بعض هناك حالات وجدت. نعم. هناك حالات إجهاض ويكون هناك طبيب وهو قام بإجراء العملية للأم الحامل، ترتب عليها وفاة الجنين، فهنا نحن نتخذ فيها الإجراءات بحسب القانون. شكرا سعادة القاضية. نعم. اسمحي لنا الآن أن نشاهد بمعية أيضا السادة المشاهدين لهذا الاستطلاع الميداني الذي عده فريق العمل، بعده نعود لمواصلة. نعم. هذا الحديث. بالنسبة للإجهاض حرام طبعا، يعني لا يرضى به الله ولا رسوله، ولا يحق لأصحاب المستشفيات أنهم يعملوا هذه الحاجات. الإجهاض لا يجوز شرعا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. هذا يعتبر كما قاتل نفس. هذا منكر 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 منكر، ولا حد يرضى به لا الله ولا خلقه الإجهاض هذا. والله هذا إذا كان فيه ضرورة على المرأة هذا يمكن يكون جائز، الله أعلم، سألوا أهل العلم يعني أكثر مننا يعرفون. وفي الإجهاض يكون مباح عندما يكون في خطر على الأم، طبعا بعد ما يقرر الكادر الطبي ويجرى عملية الإجهاض في هذه الطريقة يكون مباح، أما في الأصل فهو محرم إذا ما كان في سبب يعني الإجهاض في الشرع. يعني حرام هذا، يقول في آية قرآنية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرة. الموضوع ما فيه، أنا أتوقع أن مرحلة الإجهاض نوعا ما أنها سيئة، بالعكس لو مثلا من ناحية أوضاع أو من ناحية شيء معين، مرحلة الإجهاض هي بنفسها هي تزيد سوء الأمر، ما تحسونه، والرزق الرزق عند ربك يعني مهما كان الموضوع. قول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الإجهاض للشخصيات اللي ممكن عشان الستر ما ستر، أنا أشوف أنه الغلط لا تسويه بغلط أسوأ منه، بالعكس استمرارية في الموضوع مهما كان. وأعتقد أن العلماء تحدثوا كثير عن هذا الجانب وهم أكثر سدادة في الموضوع. والله كنصيحة يعني نوجهها كمواطن، أنا يعني لماذا يعني يوجهوا لهذا الإجهاض؟ يحافظوا على طفلهم، فربما يوم من الأيام ينفعهم في هذا الوقت الصعيب. يعني أنت في المستقبل لا تدري إيش بيحصل في الموضوع، ربما يكون هذا الإبن اللي جهضتك هذا ممكن سر فرجك، السر الأكبر للسعادة الكبرى. أو هذه الظاهرة يجب أن تحارب من قبل الدولة ومن قبل مجالس المحلية في المحافظة أو في المديرية أو في أي منطقة، ومن برضه منا على أئمة المنابر أن ينهوا عن هذه الأشياء. نسأل الله السلام عسى الهداية والصلاح. بس
شهدنا وإياك سعادة القاضية هذا الاستطلاع وهذا الحديث أيضا من شرائح متنوعة وفئات مختلفة من المواطنين. ما هو تعليقكم على حديث المواطنين؟ معناها تناول هنا في هذا التقرير عن الإجهاض ومسألة الإسقاط، نود أن نبين أن الإجهاض والإسقاط شيء واحد. نعم. لأنه القصد منه إخراج الجنين، خروج الجنين من رحم المرأة الحامل. نعم. يسمى إجهاضا. وبينا أيضا أن الإجهاض قد يكون هذا الإجهاض برضائها، وقد يكون هناك سبب دفعها لهذا الإجهاض. صحيح. فهذه مسألة الإجهاض ومسألة الإسقاط هي مسألة واحدة. نعم. لأن الهدف منها الجنين، خروج الجنين. نعم. بس اختلاف في اللفظ، هذا إجهاض وهذا يقال عليه إسقاط. نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي أيضا طرح على المواطنين والمتعلق بهل أو ما هو موقفكم من الإجهاض للدواعي الأخلاقية؟ هذه المسألة لها اختلافات. لا يعني ذلك بأن الإجهاض عمل مباح لكل امرأة تعرضت لاغتصاب. صحيح. لا، وإنما هنا نأتي لكل حالة على حدة، لأن الاغتصاب له أسباب حتى أعد أن هذه الجريمة اغتصاب. فإذا وجدت جريمة الاغتصاب وتطبق وتوفرت فيها كافة الأركان والشروط التي يجرم ذلك الفعل، فهنا نكون في جريمة اغتصاب. من خلال جريمة الاغتصاب نتطرق إلى جريمة الإجهاض فيعاقب فيها الفاعل. أما جريمة الجانب الأخلاقي فالإجهاض لدواعي أخلاقية قد بينا بأن هناك أسباب وهنالك آراء مختلفة في هذا الاتجاه، اتجاه يبيح هذا الأمر للحفاظ على المرأة، ولأنها بالأخير تعتبر فرع في هذا المجتمع ولها كيانها. صحيح. ولها سمعتها، واتجاه يقال بأن هذا الإجهاض لا يجوز ويجب أن يتم معاقبة الفاعل. نعم. فهذه اختلافات في هذا الإطار، ليس هنالك يعني شيء محدد في المفهوم الأخلاقي، وإنما اختلاف في مسألة هل يجوز لكل امرأة حامل بطريقة غير شرعية. نعم. هل يعتبر هذا الإجهاض مباحا أو غير مباح؟ هنا عليه اختلاف في هذه المسألة. شكرا سعادة القاضية. طيب نحن الآن أمام قضية إجهاض. نعم. ما هي الجهات المعنية بهذا الأمر؟ هل المعني بهذا الأمر فقط هم رجال القانون والطب، أم أن هناك أيضا جهات أخرى معنية في هذا الموضوع؟ مسألة الإجهاض مثل ما أشرنا إليها في السابق غالبا ما تكون بصورة سرية. نعم. والمعنيين ليس فقط الطب أو القضاء. صحيح. وإنما معني بها كافة أو كافة المجتمع، من سواء كان مواطن أو كان إعلامي أو كان ناشط حقوقي أو كانت منظمات دولية. هنا عملية الوعي لمسألة الإجهاض لا تقع على عاتق الطب والقضاء، وإنما على عاتق الجميع، مسؤولية مجتمعية. نعم. ولكن مسألة القضاء والطب تأتي بعد حدوث الفعل. إذا وجدت مثلا إذا وجد لدينا جريمة إجهاض، فيأتي هنا دور الطبيب يفحص هذه المرأة الحامل، يرفع تقريرا بأن هنالك عملية سقوط للجنين. صحيح. بعد ذلك يرفع إلى المحكمة، إلى القضاء، والقضاء يفصل في هذا المحور. يعني مسألة التشارك ما بين استكمال المجتمع، ثم يأتي دور الطبيب، ثم يأتي دور القضاء، وليس متعلقة فقط بالطب والقضاء، لأن القاضي أو الطبيب لا يأتي ويقول هذا الإجهاض جريمة. لا، لابد من تسلسل عملية. نعم. الوعي الذي يقوم بها المجتمع تلعب دور في أن هذا الإجهاض جريمة، وأن هذا الإجهاض لابد أن يتم وفق حدود محددة. أي امرأة حامل تعرضت لإسقاط قد يكون لها أسباب. صحيح. قد يكون سبب مرضي، قد يكون سبب علاجي، قد يكون هذا الإجهاض من تلقاء نفسه. فنحن لا نستطيع أن نقول أن هذه جريمة إلا إذا توفرت فيها أركان. صحيح. ولكن يقع على عاتق الجميع الوعي لمسألة الإجهاض. هل نحن كمجتمع الآن نشهد أعداد كبيرة من هذه القضية، قضية الإجهاض؟ الإجهاض لا تتم بصورة علنية، يعني أشرنا أنها تتم بصورة سرية، نادراً ما تصل إلى الإعلام. صحيح. نادراً ما تصل إلى المحكمة. لكن القضايا التي رصدت، هل نحن في تزايد أو في أعداد كبيرة لهذا الأمر؟ بالنسبة للقضايا الإجهاض. نعم. ليست بالعدد الكبير، لأنها مثل ما قلنا قضايا سرية وتتم معالجتها قبل أن تصل إلى القضاء.
ولكن تصل إلى القضاء إذا كانت هنالك إشكالية. نعم. كأن تكون المرأة قتلت الطفل التي في داخلها، فالأب أو أحد أطراف الأسرة رفع قضية واشتكى بأن هذه الأم كانت مهملة. نعم. فهنا نأخذ مسألة الإجهاض كقضية. صحيح. والأصل إنها تكون كمجتمع يمني وكشريعة إسلامية نادرا ما تصل هذه المسائل إلى المحكمة. طيب سعادة القاضية، لنفترض أن مواطن وجد جنين في مكان ما. نعم. ما هي الخطوات العملية التي ينبغي أن يقوم بها؟ الإبلاغ إلى أقرب مركز شرطة، يبلغ أنه حصل على جنين في الساعة الفلانية في مكان معين. نعم. وإذا كان موجود معه مجموعة من الأشخاص يذهبوا. إذا كان مركز الشرطة يعني لم يجد أحد، عاقل الحارة يذهب. صحيح. ويرفع عاقل الحارة ورقة بأنه في يوم كذا كذا في الساعة أحضروا إليه جنينا، كان ذكرا أو كان أنثى، والشخص الذي جاء بهذا الجنين يدعى فلان الفلان، ويأتي بها إلى الشرطة. الشرطة الآن تحاول أن يعني هذا الجنين توصله إلى دار لرعاية، دار الرعاية بتكون، بحيث أنه هذا الجنين يحصل على العناية كطفل. أما بالنسبة إلى البحث عن من هو أمه من. نعم. هو هذه الأمور تحتاج إلى تروي، لأنها مشاكل كبيرة لا نستطيع أن نعرف من هو الأم ومن هو الأب، ولكن كدور اجتماعي لهذا المجتمع الحفاظ على هذا الطفل، توفير له المأكل الملبس المشرب، وإن كبر العناية الاجتماعية العناية الصحية. معرفة الأم والأب هذه مشاكل أحيانا ممكن أن نتعرف إلى يعني منها أم هذا الطفل، إذا كانت المنطقة التي وجد فيها الطفل منطقة صغيرة أو عزلة يكون الموضوع محصور. نعم. لكن إذا كانت مدينة فأمر صعب يعني، وهذا يقع عملية التجريم شعور الأم يعني يقع على عاتق الأم الذي تركت طفلها في ذلك المكان. طيب. أما العناية فيقع على دار الرعاية بأنها تهتم بذلك. إلى من ينسب هذا الطفل يعني كاسم كقبيلة وعائلة؟ والله إلى من ينسب؟ هذه إجراءات تقوم بها الدار، لهم إجراءات دار معينة، أو دار الدار الرعاية، الرعاية. دار الرعاية. نعم. هم الذين يقومون بهذا ويسمى اللقطة. صحيح. نعم. نعم. فهم إجراءاتهم إجراءات معينة. هل هذا الطفل أحيانا هذا الطفل يأتي ناس يتبنوا هذا الطفل، أو أن هذا الطفل يبقى في الدار، ما هي الإجراءات أو ما هو الاسم المختار أو لمن ينسب؟ هذه إجراءات تقوم بها الدار، لا يعني لا ليس للقضاء به شيء. نعم. شكرا سعادة القاضية. سنتوقف لحظات مع هذا الفاصل، بعده نعود لإكمال آخر محاور هذه الحلقة. فاصل مشاهدين الكرام وبعده نعود، فابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدين الكرام لاستكمال ما تبقى لدينا من محاور هذه الحلقة، وأيضا باسمكم نجدد الترحيب بضيفة هذا اللقاء سعادة القاضية فائزة صالح باحمدين. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سعادة القاضية. هل هناك فرق بين الإجهاض وقتل الطفل؟ هنالك فرق ما بين الإجهاض وقتل الطفل حديث الولادة. نعم. الإجهاض هو يتطلب أن يكون الموضوع جنين، والقتل الطفل أن يكون طفل. الجنين ما زال في رحم الأم. صحيح. والطفل خرج من رحم الأم، فالفرق بينهما من حيث الحماية الجنائية. في مسألة الإجهاض الحماية الجنائية هو الجنين، الحماية الجنائية هو الجنين. نعم. حماية هذا الجنين. صحيح. في مسألة القتل الأطفال حديثي الولادة الحماية الجنائية تنصب على الطفل، هذا هو الفرق ما بين الجنين والطفل. الجنين هو ذلك الجنين الذي ما زال موجودا في رحم الأم، لكن الطفل خرج من مرحلة الرحمية إلى الحياة. صحيح. فحصل على شيء اسمه طفل، له حقوق مختلفة عن حقوق الجنين. فهنا الحماية الجنائية في إجهاض الجنين والحماية الجنائية في قتل الأطفال حديثي الولادة هو الطفل فيها. شكرا لك. سعادة القاضية، ماذا نقصد بالشروع في الإجهاض؟ الشروع كجريمة الشروع هو عبارة عن كلمة شروع، هو البدء بالتنفيذ وعدم إتمام التنفيذ لوجود سبب خارج عن الإرادة. شخص أراد إجهاض امرأة
يعني قد جهز لعملية الإجهاض. نعم. لكن عندما بدأ بعملية الإجهاض جاء سبب مانع لهذه العملية، كأن تكون امرأة ذهبت إلى طبيب، اتفقت معه على إجراء عملية الإجهاض. نعم. دفعت فيها الرسوم، دخلت إلى غرفة العمليات وتم التجهيز لعملية الإجهاض، وفجأة قامت الأم واعترضت وأنها لا تريد إجراء عملية الإجهاض. هنا تقوم مسؤولية الطبيب لأنه شرع في هذه الجريمة، أراد القيام بهذه الجريمة، لكن هذه الجريمة لم تحصل ولم تتم لوجود سبب خارج عن إرادته، وهي رفض هذه الأم لإجراء هذه الجريمة واستخراج طفلها. هذا النوع الوحيد في هذا الموضوع الذي نقصد به الشروع في نعم الإجهاض. لأن الشروع في الإجهاض يعني لا نقول عليه شروط في الإجهاض فقط، نحن نتناول مسألة الشروع بشكل عام. نعم. هو البدء بالتنفيذ وعدم إتمام التنفيذ، يعني الشخص يبدأ في الشيء لا يكمله للآخر، وجود سبب دفع هذا الشيء أن يتوقف. لكن لما نخص بالإجهاض معناه هو إجهاض، هو البدء، هو قيام الجاني في البدء في عملية الإجهاض، إلا أنه أوقف سلوكه في الوصول إلى النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته، سبب أوقفه، مش هو الذي أراد أن يوقف، لا، سبب خلاص هو بيعمل الجريمة، جاء سبب خارج عن إرادته أوقف هذه الجريمة، نكون هنا في إطار جريمة الشروع. طبعا المشرع اليمني لم يتناول مسألة الشروع في الإجهاض بحد ذاته، وإنما نتناول الشروع كقاعدة عامة نطبق عليها القواعد العامة لجريمة الشروع، سواء كانت الإجهاض أو أي جريمة أخرى يطبق وفق القواعد العامة للشروع. شكرا جزيلا لك سعادة القاضية فائزة صالح باحمدين على هذا الطرح وهذا أيضا وهذه المعلومات القيمة التي أيضا طلعت يا السادة المشاهدين عليها، اللي هي المساهمة في رفع الوعي القانوني بهذا الموضوع المهم حقيقة، موضوع الإجهاض، وهو موضوع ذات أبعاد كبيرة وأيضا يستحق أكثر من حلقة. نحن حقيقة سعيدين بهذه الاستضافة. ما هي آخر كلمة في هذا اللقاء تودين أن تقولينها، وأيضا لمن تودين أن توجهينها؟ أولا نشكر لكم استضافتكم لنا في هذا البرنامج الذي يهدف إلى التوعية للمجتمع لكثير من المشاكل التي يعاني فيها المجتمع اليمني. الكلمة التي أوجهها لكل فئات المجتمع بأن مسألة الإجهاض جريمة يعاقب فيها الإنسان نفسه قبل أن يعاقبها القانون. فأي امرأة تريد إجهاض نفسها فيا حبذا أنها تفكر بأن هذا الطفل الذي في أحشائها نعمة من الله لها. نعم. هذا الطفل يحتاج إلى أن ينمو في أحشائها ويخرج إلى هذه الحياة وينال حقوقه كإنسان. وأيضا كذلك نريد التوعية من قبل الإعلام، من قبل المنظمات الدولية أن تهتم في هذه المسائل. أحيانا بعض كثير من الحالات مثلا نسمع عنها أن الإجهاض يتم بسبب حالة الفقر، أحيانا تكون المرأة تعاني من أنها تكون لديها عشرات الأطفال، فعندما تكون حامل ترى بأنها لا تستطيع أن توفر لهذا الطفل المأكل، فهنا لابد من التدخل من المنظمات أو من المجتمع أو من الدولة بأن توفر لهذه الأم أو لهذه الأسرة المواد الغذائية بحيث تتمكن من أن تنجب لنا الأطفال أصحاء، تكون هي أيضا فرحة بعملية الإنجاب ويستفيد المجتمع. لكن عندما ترى بأن هذا الطفل عندما يولد سوف لا تستطيع أن تربيه، لا تستطيع أن توفر له مواد، فهنا حالات الفقر أيضا تلعب دور كبير في عملية الإجهاض. وشكرا لكم، ونتمنى أن نكون قد يعني وصلنا فكرة الإجهاض ولو بصورة مبسطة، لأن موضوع الإجهاض موضوع كبير. صحيح. وفيه فروع وفيه تشعبات كثيرة وقواعد قانونية، سواء كانت التشريعات الداخلية أو التشريعات الدولية، فنتمنى أن نكون وصلنا هذا الهدف من الإجهاض. شكرا لك سعادة القاضية فائزة صالح بحمدين، قاضية في محكمة سيئون الابتدائية، على هذه أيضا الاستضافة وهذا اللقاء المتميز. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام، في أمان الله.